حلت يا عبدالله. شيخ بساجير على بروبليم في النيفون كالاجين. شيخ بساجير بالله كبشوا من الاخوان قدرش عجين. شيخ بساجير كبشوا. لا بس الطيارة قاعدة تهبط بسرعة والركاب قلبوا الدنيا بالعياط وطاهر بن حسين ولا على باله بالوقت وديما لبلس حبطة لبل رغبت اسمع هبطة بالمنيفة صح كيفاش هبطة بالمنيفة هبطة بالمنيفة يريني هبطة بالمنيفة هبطنا سيئين بس في القاع ما تشتعمل مش وقت الطيارة مش كون هبطها الطيارة يا اوكي هو انت بتحس في القاع تحت شبيك سنة وين تبي فوق فوق القاع الحمسة في تحت القاع مش عزيزي ظهر لي توا بديت نفهم علاش طاهر بن حسين ما خافش ايه يا اخي العباد يعيش يا اخي روح احنا خير مروح ما هم لا 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 مبكر كمل الحديث البرقة ايش قول انا بالنية انا الهدي في العباد شو زميلي عرفت الغيولي قالوا مصدريك بالطيارة يا عدي اليوم عدي اليوم والله صدقتك انا العرب بحب الحكاية انا غرب على الاقل واحد يقول معلوماته مرتفعة ايه لا كنت تستعمل تعيش شو الفرق تعيش شو الفرق مبكر شو يا محسن هاي النوبة بتاعك سايبني هل سايبني خلاش خلاش هيا ربح ريت الموقفاش سايبتوها لحكاية الموحش هوك السيد ولا يلعب بالطيارات طو هاي ميسالش
فبحيث ما دام ما حصلنيش هعملوا يظهركم.